السيف الذهبي ينطلق وعبد الرحمن احمد امين. التحية اجددها بالمتابعين والحاضرين والمراقبين من جاء هنا ليشهد هذا الختام. كل الشكر لزملائي الذين كانوا متواصلين في رسم هذه الصفحة النهائية، صفحة الختام. وهنا انطلق الشوط الاخير، شوط السيوف، سيف الرئيس هنا ينطلق في هذه اللحظة من خلال هذا المسار، يحمل الآمال والأحلام في اندفاع هذه التحديات في هذه النجوم التي انطلقت في هذه اللحظة حاملة الأسماء الكبيرة والعملاقة التي بدأت تدق ناقوس الاندفاع والتحديات والبداية. هنا اذا شوط سيف السيوف الذي تدق له الكفوف في انطلاقه وتحدياته، هنا يعلن هذه البداية بالاسماء المميزة بحثا عن هذا السيف الغالي، الغالي باسمه الكبير من خلال تواجده هنا كمسكا للختام. سيف الرئيس، سيف سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله وامد الله في عمره وابقاه وامده بالصحة والعافية يا رب العالمين. ننطلق مشاهدينا، العيون كلها تراقب هنا في كافة بقاع هذا الوطن، تراقب هذه اللحظات، تراقب هذه الدقائق. شوط ينطلق بالفعل يحمل كل هذه الاسماء، كل هذا العدد الكبير. الحلم كبير والطموح كبير والامل كبير في رصد هذا المعنى، في رصد هذا المسار، في رصد 8 كيلومترات ستمر على هذه القمم وقمة القمم المشاركة من نجوم الاصايل في عالمنا الساحر، عالم الاصايل المتميز. نبدأ بالبداية، نتابع اول الخماسيات التي بدأت تنطلق في هذه اللحظة حاملة شعار البداية والانطلاق وفتح باب الطريق والناموس في هذه اللحظة الجميلة والمؤكدة لهذا الانطلاق. شوف البداية، تابع اللحظة الانطلاق والكل يريد ان يبقى اولا. نذهب بالبداية، نتابع المركز الاول، نجد مياسه تأتي على المقدمة والبداية الاولى لهجن الرئاسة بقيادة عيسى بن احمد بن مايد الخيلي، بينما المركز الثاني انتصار في المركز الثاني لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان محفوظ بن خميس آلي نيبي في التضمير. المركز الثالث تأتي هملولة في المركز الثالث ايضا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان بقيادة محفوظ بن خميس آلي نيبي. انتقل للمركز الرابع، وصلت زاخر الى المركز الرابع لهجن الرئاسة علي بن جمي اللوهيبي. المركز الخامس، هنا دخول زعزعة في المركز الخامس لهجن الرئاسة مبارك بن احمد بن مايد الخيلي. هذه اسماؤنا الاولى، نداؤنا الاول في هذه الشعارات المتميزة التي تقود قافلة الاصالة في كل مكان، ليس في الامارات فقط وانما في كافة انحاء الخليج. شعارات عرفت بأنها امبراطوريات صالت وجالت في كل الميادين وسجلت من الانجازات ما يثير الفخر والانتصار في هذا المكان وفي كل مكان وفي كل ميدان. هنا لحظات التحدي الاولى، 3 كيلومترات الاولى التي تعلن هذه البداية، تعلن الترقب، تعلن هذه الرقابة التي تحمل هذا الشوط. الله الله الله، الكل يتقدم، الكل يبارز، الكل ينافس في المقدمة وفي التحدي، ولكن الصدارة لا تزال مياسة على المركز الاول في هذه اللحظة لهجن الرئاسة وبقيادة البارع عيسى بن احمد بن مايد الخيلي في ظل هذا الشعار، الشعار الحمر، الشعار الذي ننتمي له جميعا بكل تحية واحترام لمس
مساره وانطلاقاته. المركز الثاني، انتصار في المركز الثاني لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان مع الزعيم محفوظ بن خميس آلي نيبي. هنا اللون البنفسجي المميز في هذا التحدي الزعيم العيناوي. انتقل للمركز الثالث، الحرص واضح بوجود حملوله في المركز الثالث لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان محفوظ بن خميس آلي نيبي على المركز الثالث، بينما وصلت زاخر 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 على المركز الرابع في هذه اللحظة. ايضا لهجن الرياسة وعلي بن جمي اللوهيبي ظافر المضمرين، من كان معها في سيف الوثبة هنا في هذا التحدي وفي هذا الميدان. هناك على المركز الخامس اتابع زعزعة في المركز الخامس، زعزعة الكيلومترات والتحديات، زعزعة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي لهجن الرياسة المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيلي ينطلق هنا. جاوزنا الاربعة كيلو منتصف المسافة، بدأت الان كل العيون هنا تشرائب في هذه اللحظة تتابع كل دقيقة، تتابع كل ثانية، تتابع كل متر من هذه الثمانية كيلومترات. تدق اجراس المنافسة من خلال التحدي والاثارة في هذا المسار في هذه اللحظة. ونحن الان نقف على اعتاب جسر العبور والمرور، لحظات هنا ننتظرها جميعا، نعلن انه بعد هذا الجسر، بعد هذا الممر، بعد هذا المضيق ستكون هناك ايضا عاصفة من عواصف التحدي والاثارة في انطلاقات هذه الرياضة العربية الاصيلة. يا سلام يا سلام يا سلام، الصدارة والصمود في المقدمة من انتصار، بحثا عن الانتصار، بحثا عن الفوز، بحثا عن هذا الرمز الغالي سيف الرئيس حفظه الله. هي انتصار لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان محفوظ بن خميس آلي نيبي على المقدمة والصدارة والبداية الأولى. المركز الثاني لا زالت مياسة في موقعها المتميز ضمن دائرة الكبار، تتواجد مياسة لهجن الرياسة. البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي أثبت براعته في المشاركة والتحديات، زاخر على المركز الثالث. زاخر يا زاخر، أعيد التاريخ يا زاخر، انطلقي يا زاخر في هذا المسار وفي هذه الانطلاقة لهجن الرياسة، أيضا بقيادة علي بن جمي اللوهيبي الظافر في هذا الاندفاع. وصلت برهان، برهان في هذه اللحظة تصل وتظهر أيضا في دائرة النداء لهجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. هناك على الجانب الآخر قدمت أيضا هناك الإثارة، انطلقت في هذه اللحظة تحمل هذه البداية والإثارة القادمة بكل قوة. هي غناضة على المركز الخامس لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير الواثق في هذا التحدي وفي هذا المسار. ما شاء الله، سرعة سرعة سرعة، الكل لديه الرغبة بالوصول إلى السيف المنشود، إلى الحلم المرصود في هذا الشوط، في هذه اللحظة، في هذه الانطلاقة. الله الله الله، كل الأسماء بدأت هناك تعلن هذه اللحظة، تعلن هذا الانتصار، تعلن هذا الفوز مع هذه اللحظة التي قاربنا من خلالها إلى الالتفات النهائي. السيف هناك يتواجد على بعد 2 كيلو من خلال هذا المسار في هذه المنصة في هذا المكان. وانتصار الصدارة، انتصار لا زالت على المركز الأول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان مع محفوظ بن خميس آلي نيبي. اصمد يا الزعيم كما يعرف الزعيم طريق البطولات والانتصارات. الله 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 الله، هي انتصار، هي انتصار، لحظة الانتصار اقتربت. الكل بدا هنا يعلن انه متواجد، انه حاضر. المركز الثاني مياسة لهجن الرئاسة، عيسى بن احمد بن مايد الخيلي البارع في وقت البراعة، البارع الذي اظهر براعته في هذا الانطلاق والتحدي. برهان وهذا الشوط تجد نفسها هنا في المركز الثالث لهجن العاصفة وبقيادة الواقع.
الواثق حمد بن راشد بن غدير الذي يقدم ايضا وجود غناضه على المركز الرابع لهجن العاصفه ايضا بقياده الواثق حمد بن راشد بن غدير في هذا المساري وفي هذا التحدي. الله 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 برهان هذا الشوط، بان البرهان، ظهر برهان التحدي والانطلاق والمسار في هذا الاسم، هو اسم على مسمى، برهان اللحظات الحرجة، برهان اللحظات النهائية. سيف هنا يتواجد، سيف الرئيس، الحلم الغالي في هذه اللحظة يطير مع برهان، يعلن انها برهان الشوط الاخير، بنهاء برهان المركز الاول، برهان هذا التحدي، برهان السيف في هذا الانطلاق. هنا ظهرت الذيبة، جاءت الذيبة في المركز الثاني لهجن الرئاسة وبقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. اسماء هنا تعلن انطلاقها، ظهرت هذه العملاقة حاملة السيف في الموسم الماضي بالشعار الاحمر، الخطر في هذا المسار. وبرهان هناك على المقدمة، صراع هنا بين هذه الامبراطوريات التي تعلن هذا الاندفاع، هذا التحدي، هذا المسار. برهان 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 المقدمة والصدارة والاندفاع القادم، الخمسمائة متر الاخيرة. هنا في هذه اللحظة بدأت الخطورة، بدأت الانطلاقة، ظهرت الواري، ظهرت الواري، المميز جاء، جاء المميز، جاء هجنة الرئاسة، جاءت الانطلاقات. حمر خطر، حمر حمر خطر، يا سلام الى الرئاسة، الرئاسة في هذه اللحظة هجوم على المقدمة والصدارة، تحدي في هذا الانطلاق، اعلان الاندفاع، وصلت الواري، هجن الرئاسة المميز جاء في هذه اللحظات، والذيبة لا زالت في الصراع والنهاية. هنا تعلن لحظات النهاية، لحظات الختام، الوارية والذيبة، الوارية والذيبة، الوارية والذيبة، الوارية والذيبة، حمر حمر حمر، تهانينا والناموس في هذه الانطلاقة مع هذه اللحظة لهجن الرئاسة وإلى المقام السامي. سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله على هذا الفوز، فوز سيف الرئيس يذهب إلى الرئاسة وهجنها في هذه اللحظة الحاسمة والمؤكدة، هذا الانطلاق الكبير والمثير. تهانينا. إذن هنا اللحظات الحاسمة، ما شاء الله وتبارك الله، الكل يذهب، الكل يطير، الكل يفرح، الكل يرصد هذه اللحظات، ارصدها ايضا في هذه الانطلاقة، وارصدها بهذا التحدي والاثارة. كان هذا هو شوط الاحلام، هنا بطلة سيف الرئيس تصل في هذه اللحظة هنا وتعلن هذا التواجد في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. هي الوارية، الوارية التي تعلن تواجدها لهجن الرئاسة بقيادة مبارك بن احمد بن مايد الخيلي التي احتلت المركز الاول، طارت في النهاية، قطعت هنا الامتار تباع 12 دقيقة 15 ثانية وجزئين من الثانية، هو التوقيت الزمني لشوط السيف الرئيسي. المركز الثاني ذهب الى برهان لهجن العاصفة، 12 دقيقة 15 ثانية، سبعة من الاجزاء من الثانية. اذا تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا. حمد بن راشد بن غدير المركز الثالث، كان من نصيب الذيبة التي انطلقت لهجن الرئاسة 12